بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ان شاء الله مع وش ما نبدا بقى الترم الثاني. طبعا الترم الاولاني معانا خلص ما شاء الله، شايفهم متفوقين جايبين درجات فوق ال 20 يعني ما شاء الله. اذا كانت درجه من 20 لكن هو ما شاء الله في ايه جايب 20 من 20 وانا جبت ايه؟ جبت العسل كبير. ايه جايب 20 من 20 وانا وايه جايب 20 من 20 والاموره دي جايب 20 من 20. في التفوق ما شاء الله كويس، لان انا قدرت اسرع جواك وازاي تحبوا الرياضه وازاي تقدروا تحلوا فيها. ان شاء الله هنبدا بقى نشتغل الترم الثاني على كده. لما نيجي نشتغل الترم الثاني اول باب عندنا اسمه الخصم والقيمه الحاليه. الخصم والقيمه الايه؟ الحاليه. يعني ايه بنات الخصم والقيمه الحاليه؟ لما اجي اتكلم في سداد الدين قبل موعد استحقاقه. اي دين قبل موعد استحقاقه لازم هيدخل عنه خصم. زي ايه؟ لو قلت الاموره رهان راحت تشتري عربيه فالراجل قال لها انا هدفع 50,000 جنيه، قالت له معيش جنيه، قال لها ماشي ادي لي على كمبيال، ادي لي على ايه؟ كمبيال. الكمبيال دي يا بنات بيسموها قيمه اسميه، قيمه ايه؟ اسميه لانه دين لم يستحق بعد. زي ما العسل بتقول لي دي سلفيني 3 جنيه لغايه بكره، تقول لها ادي لي على وصل امانه. الثلاثة جنيه محتاجين وصل أمانة؟ هي واخداهم من الدين لسه معاد استحقاقه فين؟ بكرة. فدي قيمة اسمية. لو بنت الأمورة شاهد اللي جنبها قالت لها لا لا يا إرهام كنت كده بضحك عليكي، أنا عايزة أشوف في الحصالة، تعالى أنا هروح أجيب لك العربية. فراح للراجل قالت له عمه قال لها نعم، قالت له أنا عايز أدفع لصاحبتي ثمن العربية دلوقتي، قال لها تدفعي 35,000 جنيه. برافو. إيه السبب؟ معاد الكمبياله كان بعد سبع ايه؟ سنوات، كان بعد سبع ايه؟ سنوات. دفعت ال 50,000 جنيه، فقالت لها شايفه يا ريهام؟ شايفه يا ريهام وفرت لك قد ايه يا حبيبتي؟ الراجل قال لها لا يا هبله، لا يا هبله، الفرق بين ال 50,000 جنيه وال 35,000 جنيه دول اسمهم الخصم، اسمهم الايه؟ الخصم. الخصم قيمته كام؟ 15,000 جنيه. نتج عن ايه؟ باننا يا بنات اختصرنا الزمن. زمن استحقاق الكمبياله كان لسه بعد كام سنه؟ 7 سنوات. انت دفعتيه دلوقتي. طب اختصار الزمن في المعاملات التجاريه بينتج عنه ايه؟ خصم. انا بقى كل اللي عايز اعرف البنات الفاظ جديده. قيمه اسميه. قيمه ايه؟ اسميه. ده الدين في ميعاد استحقاقه. الدين في ميعاد استحقاقه اسمه قيمه ايه؟ اسميه. انا بمسناها بايه يا بنات؟ سين. قيمه حاليه. قيمه ايه؟ حاليه. ده سداد الدين قبل موعد استحقاق. سداد الدين قبل ايه؟ استحقاق. بيكون اسمه قيمه حاليه. تمام. طب الفرق بين القيمه الاسميه والقيمه الحاليه اسمه يا بنات؟ الخصم ص. الخصم ايه؟ ص. ريموندا. ايه الالفاظ الجديده بقى يا ريموندا؟ ايه البيانات اللي هنطلعها يا بنتي؟ اول حاجه يا ريموندا عاوز اطلع القيمه الاسميه. هطلع القيمه الايه؟ الاسميه. الاسميه. القيمه الاسميه يا ريموندا رمزها ايه؟ سكر. سي. سين. طبعا يا ريموندا من يوم ما عرفنا بعض وانا بقول لك كل مسائل الفايده اللي هنحلها ومسائل الخاص يلزمها معدل. يلزمها ايه؟ معدل. المعدل دايما عنده عين في الايه؟ في الميه. طب لو الخصم يا بنات قلنا هيبقى رمزه ايه؟ ص. ص. القيمه الحاليه رمزها ايه؟ ح. القيمه الحاليه يبقى رمزها ايه؟ ح. هبدا بقى اتكلم. لو المده سنوات يا شهر، لو المده شهور، لو المده ايه؟ لو المده سنوات قانون الخصم ص بتساوي ايه؟ بضرب مين في مين في مين؟ س في عين. برافو. لا السنوات يا سكر رمزها ايه؟ نو. ونقسم على كام؟ على 100. امال لو شهور يا شهر؟ 36. لا س في عين في ايه؟ 1200. في شين على كام؟ 1200. الايام لو المده ايام يا بنتي اموره ص بتساوي ايه؟ 36. س في عين في ايه؟ بس هنقسم على كام؟ 36,000. فالبنت العسل ايه دي بتقول يا استاذ ده القانون ما اتغيرتش، ده كل اللي فرق عن الترم الاول ان القيمه الاسميه بدل المبلغ. القيمه الاسميه بدل الايه؟ المبلغ. ده لا هو جوهر السؤال اتغير. انا النهارده بعلمك لفظ جديد بمعلومه جديده. القيمه الاسميه هي رمزها ايه؟ سين. عايز خصم يا بنتي ارهام، الخصم رمزه ايه؟ صوت. بضرب سين في عين في نون على كام؟
على 100. اما لو شهور يا شهر، سين في عين في شين على كام؟ 1200. لو ايام، سين في عين في ايه على كام؟ 36000. محدش هيطلب الخصم ويسكت، هيطلب معاه القيمه الحاليه، هيطلب معاه القيمه الايه؟ الحاليه. حاقد سبع بنات، سين ناقص ايه؟ ص. سين ناقص ايه؟ ص. فالبنت قايله الاموره دي تقول لي يا استاذ، يا استاذ ده انا فاكره ان قانون الجمله كان جيم بتساوي الف زائد ت. قلت لها انت كبرت يا ايه؟ القيمه الحاليه دايما لازم تكون اصغر من القيمه الاسميه. القيمه الحاليه دايما اصغر من القيمه الايه؟ الاسميه. لو رجعنا الموضوع لهام وشهر، ريهام انت كنت ماضي على الكنجله بكام؟ 50000. دفعت كام؟ 35000. يبقى دايما القيمه الحاليه لازم تكون اصغر من القيمه الايه؟ الاسميه. يبقى ح بتساوي ايه يا بنات؟ س ناقص ايه؟ ص. ح بتساوي س ناقص ايه؟ ص. في قانون القيمه الحاليه ريموندا بيستخدم لايجاد القيمه الاسميه فقط، زي قانون الجمله اللي كان بيجيب المبلغ فقط. ح بتساوي ايه يا ايه؟ س وافتح قوس. فاكره الواحد زائد ايه؟ الواحد بتاعك بقى ناقص. الواحد بتاعك بقى ايه؟ كل اللي هتفتكريه وانت قاعده مع نفسك كده يا شهر، قول انه واحد ايه؟ ناقص. ما هو واحد ناقص على فكره. يا بنت احنا كل كلامنا عن الكتب. ما انا عارفه، ما انا قلت حاجه غلط. واحد ناقص عين في شين على 1200 وحاء بتساوي س وافتح قوس. واحد ناقص عين في ي على 36000. دي قوانيننا الجديده اللي هنبدا نستعرض فيها ونشتغل فيها. يبقى النهارده يا بنتي اموره لما اجي اكلمك عن القوانين هي قريبه من قوانين الترم الاول، مش عايز اقول لك هي ايه، لان القوانين مختلفه. لو المده سنوات يا بنتي يا ريموندا، ص بتساوي يا سكر؟ س في ع ن في ن على 100. لو شهور، س في ع ن في ش على 1200. طب لو ايام، س في ع ن في ايه على 36000. جدع. قانون القيمه الحاليه ح بتساوي ايه؟ س ناقص ص. في قانون القيمه الحاليه برضو القانون الكبير اللي هو س وافتح قوس. كل اللي هتعرفيه في حياتك يا رهام ان الواحد بتاعك بقى ناقص. لما نقول يا بنات مثال زي ده وانا هبدا اقراه وبرضه هبدا مناسيه على طول، احنا امتحاننا كان الاسبوع اللي فات. ايه جهزي نفسك. ايه مين؟ لا ايه اللي وراك. انا عارف. ومعاها شهد ومعاكوا ريموندا. ايه ده وانا فين؟ انت غيرهم. انت غيرهم خالص. طب انت معايا السبوره ولا المستر؟ صوري برضو انت بتصوري. صوري السؤال. والله صورت. البنات تعالي ايه نبدا سياق الكلام. ريهام كنت قبل كده يقول لك استثمر شخص مبلغ، افترض شخص مبلغ. هنا الكلام اتغير يا شهد. واحد بيقول لك كمبياله قيمتها الاسميه. كمبياله قيمتها الايه؟ الاسميه. الاسميه 6000 جنيه خصمت قبل موعد استحقاقها ب 10 شهور. بقت المده عندي يا ترى سنوات ولا شهور ولا ايام؟ شهور. بمعدل 3% كل ربع سنه. انا طبيعي 4. برافو. حتى البنات لسه فاكرينها من ايام الامتحان ان لما يقول لك المعدل ربع سنوي ينفع واحد يتقدم لك يا هم؟ عادي ينفع. بس كل ربع لا. يقول لباباك يا عم انا جبت عاوز ربع يا رهام. ده ينفع؟ لا. لا هنضطر نعمل ايه؟ نضرب المعدل في كام؟ 4. 4 ده بمبدا، اصل انت ما بقتيش طالبه صغيره. 3 في 4 ب 12. خش الجامعه. هو طلب ايدك يا ايه؟ لا خصم بما ايه؟ حاليا بيانات الخصم ايه؟ س وعين ومده. س وعين وايه؟ ومده. س ايه؟ 6000. عين ايه بكام؟ 12. ب 12%. المده قال لك 10 ايه؟ 10 شهور. طالب خصم وطالب قيمه حاليه. نقول قانون الخصم كده. ثانيه بتعمل برافو ما شاء الله ما شاء الله بنات زي الورد. السين بكام؟ 6000. العين؟ 12. الشين؟ 10. على 1200. تطلع ب 600. طب محتاج القيمه الحاليه يا ريموندا. حاب بتساوي ايه يا ريموندا؟ سين ناقص ص. انت خساره تعيشي في مصر يا ريموندا. تعيشي بره مصر. حاب بتساوي السين بكام؟ 6000. ناقص الص؟ 6000. ب 600. 600 تطلع 5 كام؟ 5400. البنت شهد بتقول لي يا استاذ انا عايز اكون متاكده من حل. صدق تماما يا شهد ان القيمه الحاليه لازم تكون اصغر من القيمه الاسميه. ماشي يا فندم.
البنات هبدا احط التمارين على السبوره ونبدا نطبق على طول باستمرار. حلو قوي. تمرين وجوه الكمبياله قيمتها الجسميه 5000 جنيه. خصما قبل موعد استحقاقها بعام ونصف. ولما يقول لك عام ونصف يا بنتي يا اموره شهور، عام ونصف يبقى المده سنوات ولا شهور ولا ايام؟ سنوات بمعدل 9%. احسبي الخصم والقيمه الحاليه. هات تمرين تاني. مثال اتنين اهو. انا عايز البنات تبدا تطبق على طول كمبياله قيمتها الجسميه. عادي انا ممكن اطلع ناس على السبوره تبدا تحل بدل ما حلقتش يا ريهام في الورقه. عايز تطلع على السبوره اطلع. ماشي احل في الورقه ولا على السبوره؟ اه البنات اللي قاعده هتحل في الورقه وريهام هتطبق على السبوره. مين دي؟ ريهام. ريهام وانت؟ ما هي قالت انا مش معنى انا مش انا انت. لا لا انا رجعت في كلامي. رجعت في كلامك؟ اطلعي يا ايه؟ حاجه عامه. طيب خلاص هي اللي رجعت انا اللي اختار. ماشي هنقرا المثال يا شيرو مع بعض ونشوف كمان. واحد بيقول لي كمبياله قيمتها الاسميه 5000 جنيه خصم قبل موعد استحقاقها بعام ونصف. عندك كام سنه يا ايه؟ سنه ونص. واحد ونص بمعدل 9. لازم نعرف نص المطلوب يا ريهام وطلب خصم قيمه حالي. لما اجي اكلمك عن الخصم يا بنتي عسليه محتاج كام معلومه؟ ثلاثه. سين وعين ومده. السين دي كام معاكي يا ايه؟ 5000. العين معاكي كام؟ 9% لمدة عام ونصف يبقى المدة سنوات. طلعي الرموز اللي هو طالبها. لا 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 اكتبي صاد يا ايه عشان تتعودي على كده. الصاد مجهولة والقيمة الحالية مجهولة. قانون الخصم عندي صاد بتساوي ايه؟ سين في عين في النون على على قد برافو. على كم؟ 100. على 100. السين بكام؟ في العين النون على مين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ممتاز يا ابني. الدرس النهارده عند الساعه 3 عند مرحبا فين؟ يا مين دي؟ ايه؟ عند سما؟ عند سما. ما انتوا الساعه 2 انا اتكلمت؟ اه انتوا سمعوني ولا ايه؟ ما انتوا عشان عارف ان انا هكلمكم في الاثنين. اعملي ده على الآلة الأول. عايز بقى من بنت العسل دي طبعا بتكتبي س ناقص ص عشان ما يطلعش الرقم معاك في الماينس في السالب. طب هدي مسألة يكون فيها عدد. 675. كل البنات عايزين الكم ده؟ لا أنا صورت. طب صوري بسرعة ويلا. يا ريموندا إيه الأخبار يا ريموندا؟ لا لا دي عادي كده. هي بتقول لا ده احنا بنطور من نفسنا يا بني واحنا نبوظ من نفسنا. برافو. ايه اللي عرفت انك صح؟ القيمه الحاليه لازم تكون اصغر من القيمه الاسميه. بالتوفيق يا بنتي اتفضلي. برافو عليك. برافو برافو برافو. نبدا نشوف تمرين. حد عايز الجنب ده؟ لا عايز الجنب ده خالص يا مستر. يعني لا كده طبعا لازم نشكر ايه لانها قاعده بتصور الحصه اهو. جهزي نفسك يا شهد حتى لو بتكلموا انت عادي يعني هاكل التمرين هنا واتحل هنا اشوف الشوطين. مش لما المستر كتب؟ لا انا مش شايفه ما شفتش المستر بيكتب. انا عايزه انام الصراحه.
عشان انا زهقت من القعده. هات القلم. اتفضلي يا شادي. يا رب لا انا بقى مش عاجبني سعيد. لو كنا نقرا لو انت بالراحه، هل الرياضه زي ما قلت لكم زي اكل كده وعايز شغل وسكين عايز هدوء؟ واحد بيقول لك امبارح خصما قبل موعد استفراقها ب 85 يوم، هي في الايام المده عندي بالايام بمعدل 4.5% كل نص سنه، ده معدل ينفع نحكي لا 4.5 ولا لا في 2 يبقى المعدل الاخير يجي 9%، لان المفروض يا بنات هضرب 4.5% في 2 يبقى المعدل الاخير يجي كام؟ 9%. فكان مقدار الفصل هو اداكي ايه؟ فصل. هنا بقى اقف واقدر اطلع بهنا. اول ما قالي فكان مقدار مين يا بنات؟ الفصل. يبقى انا عندي فصل. ايه بيانات الخصم اللي عندي؟ اول ما قالي اول ما قالي خصم هطلع بيانات الخصم سين وعين ومده. هي السين معاك؟ لا. بقول لك في السؤال احسب القيمه الاسميه. انت موجوده. العلم كام؟ 9. 9% 4.5% في 2 يبقى 9%. لمده 85 يوم بيحكي كام؟ 85. ومعايا الخصم صد كام؟ 127 وايه؟ ونص. مين اللي قانون في الرموز دي؟ سين. مين اللي قانون؟ صاد. صاد. تعالى نقول قانون الخصم يساوي شهر، صد تساوي عسر. سين في عين جدع يا شهر. الصاد لها رقم يا شروق؟ اه بنزله 127 ونص. السين لها رقم؟ لا العين 9. برافو. مين اللي فاضل مجهول؟ سي بره ونعمل شقلب واقلب. برافو. 129 ونستنى 9 ونستنى 9 ونستنى تطلع بتساوي 6000 جنيه. برافو عليك يا شباب، اتفضلي. خلاص سجل على كده.